نشرت الفنانة غادة عبد الرازق مقطع فيديو بتظهر فيه مع بنتها روتانا وحفيدتيها خديجة وجويرية، وهم يستعدان للسفر لقضاء عطلة العيد سوية، وده بعد انتهاء تصوير أحدث أعمالها تلت التلاتة. وبترتبط الفنانة غادة بعلاقة قوية جداً مع حفيدتيها، وبتمضي معاهم معظم أوقاتها في حال عدم ارتباطها بمشاريع فنية، وتعلق دائماً الاستمتاع بوجود الأحفاد الشعور الذي لا يساويه أي شيء آخر في العالم، فهو الامتداد لشجرة العائلة. وانهالت التعليقات من جمهور غادة عبد الرازق على الفيديو اللي نشرته، حيث أبدوا إعجابهم بصغيرتين اللتين تشبهان جدتهما. وكانت شاركة الفنانة غادة عبد الرازق في السباق الرمضاني 2023 بمسلسل تلت التلاتة